السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا الفيديو بدنا نحكي عن الشارجر البطاريات بالسولار انفرتر، اكيد الهاي فريكوانسي. هلا هذا الموضوع صعب ينحكى فيه لانه كتير دقيق، جرأنا ورح نحكي فيه، واذا كان في اخطاء صلحوا لنا يا اما سامحونا. على فكرة قبل ما نبلش بالكلام، في عنا ملاحظة انه هيدا المبدأ اللي حنحكيه، مبدأ التشريج، هو ذاته ساري المفعول بكل انفرترات الترددات العالية مثل جروات، فولترونيك، ماست، برو ماكس، ما بعرف شو، كل الانواع اللي هي هاي فريكوانسي فيهم نفس ذات القطع ونفس مبدأ العمل. طيب خلينا نبلش على بركة الله. هيدي صورة لبورد انفرتر فولترونيك، حطيتها لانه في كتار ناس بيفتكروا انه الترانس مثل ما قصة الشارجرات القديمة اللي كنا نستعملها بالزمانات، ترانس الحديد، الشارجرات اللي بيجي فيهم ترانس حديد كبير، كانوا يعتبروا انه الترانس هو اساس عملية التشريش. يعني في ناس كتير هلا بيعتبروا انه هذا الترانس هو اساس عملية التشريش، وللأسف هذا الشيء مش صحيح. رح نشوف خلال هالفيديو هذا انه الترانس دوره هون لا يتعدى كونه انه هو بوابة عبور للكارنت من الهاي فولتج دي سي للبطاريات، وهلأ منشوف كيف. طيب اول شيء قبل ما نبلش نحكي بالشارجر، في مبدأ عمل او مبدأ الكتروني لازم نحكي فيه هون قبل ما نبلش بالشغل، هو اساس كل شيء. رح نفترض في عنا بطارية 12 فولت وفي عنا هيدا اللاد يلي هو لنقول 8 فولت او 2.5. يا ترى كيف فيني، شو هي الطريقة الامثل يلي فيني شغل هيدا اللاد على هاي البطارية بدون ما احرقها لهيدا اللاد وبدون ما استهلك كهرباء كتير؟ يعني اكيد اول فكرة بتجي لأي حدا بيعرف الكترونيك بيقول لك انه خيي شو بعمل، بحط ريزيستور ما بين مثلا هاللاد وهيدي البطارية حتى يعمل دروب للفولتج على اجراء لهيدا اللاد وبيمشي الحال. بس هون مش منتبهين نحن انه بنكون عم نخسر انرجي، عم لانه الريزيستور هيدا عم ياخذ فولتج والكارنت اللي عم تمرق لهون على اللاد الضوي عم بيخسرنا، عم بيتحولوا لحرارة، عم بيخسرنا كهرباء. طبعا هلا نحن انا اخذت مثل لاد، هذا حمل كتير خفيف، يعني بكون يمكن تقلي هون انه اذا استخدمت ريزيستور انه الانرجي اللي عم بخسرها هي قليلة، انا معك، ولكن نحن عم نحكي ب انفرتر طاقة شمسية، يعني اللود عم بيكون كتير تقيل، او اذا بدك التشريج هو عملية كتير كبيرة، فاذا بدي استعمل ريزيستور مثلا حيكون في كتير هيت وكتير عم بخسر انرجي. شو هي الطريقة او المبدأ اللي استخدموه بالالكترونيك لحتى ضوي هاللمبة بدون، يعني لحتى اخسر بشكل انه اخسر اقل شيء ممكن من الانرجي وبشكل انه هيدي اللاد ما تحترق؟ الحل هو باستخدام سويتش بحطوها يا اما على الخط السالب يا اما على الخط الموجب، بيصيروا يعملوا لها اون اوف اون اوف بسرعه معينه بفريكوانسي معينه بشكل انه هيدي اللاد ما تحترق. من هون اجى مبدا السويتش مود باور سبلاي. هلا نحن السويتش مود باور سبلاي هو الاس ام بي اس، يعني هو موضوع كتير كبير، وفي لانه في منه نوعين ايزوليتد ونون ايزوليتد، وفي منه كمان نوعين بكل واحد منهم باك وبوست، يعني معزول وغير معزول، وفي منه انه بيوطي الفولتج وفي منه بيعلي الفولتج. نحن ما حندرسهم كلهم بهذا الفيديو، حناخد الشيء اللي خاصه بالشارجر يلي هو الباك كونفرتر. الباك كونفرتر شغلته انه هو بخفض لي الفولتج، اوكي، وطبعا مثل ما حكينا بهدف انه ما اخسر كتير انرجي. طيب حنبلش اول شيء بهالرسم اللي هون.
هالرسمتان هن عبارة عن مخططات الباك كونفرتر أو خافض الجهد. إذا عندك أنت جهد معين بدك أو فولتج معين بدك توطيه لفولتج تاني، تستخدم وحدة من هالمخططات. هلا هيدا بدائي شوي بالنسبة لهيدا، لك شو حاطين لك؟ في عنا بطارية هو الانبوت فولتج، وعنا الكاباسيتور على أطرافه بنحط اللود بارلل عليه يعني اللود. لك شو داخله لهيدا الباك كونفرتر؟ مستخدمين ثلاث قطع أساسيات اللي هن الاندكتور، الدايود، والهون السويتش اللي حاططها، وأكيد في عن الكاباسيتور في نعتبره كمان هو أساس بهذا الباك كونفرتر. إذا الباك كونفرتر عبارة عن أربع قطع أساسيات وكتير مهمين، رح نشرح هلا كيف بتتم عملية تخفيض الفولتج بهذه الطريقة. المبدأ الأساسي هو إنه هذا الكاباسيتور إذا أنا بوصله على البطارية بده وقت ليشحن، والفولتج مثلا إذا البطارية 12 فولت وصلتها مباشرة على الكاباسيتور وقعدت راقب بتوقيت كتير بطيء، اكيد الفولتج اكروس ذا كاباسيتور مش مباشرة حيصير 12 فولت، بده ببلش من الصفر ببلش يرتفع. افترضوا مثلا انا بدي ثبته على 2.5 فولت، فبعمل اول شيء سويتش اون هون وبنتظر، براقب الكاباسيتور ليصير 2.5 فولت وبقوم شو بعمل؟ بعمل سويتش اوف. بس اعمل سويتش اوف الكاباسيتور قد ايه صار فيه؟ 2.5. بس بنفس الوقت الاندكتور اللي هون بيكون خزن انرجي لانه عم يمرق الكارنت بداخله. بما انه خزن انرجي وانا هلا عملت سويتش اوف قطعت عنه الكارنت، شو بده يعمل هيدا الاندكتور؟ بده يرجع يحاول، هو بده يحاول انه يحافظ على نفس الكارنت مرق بداخله، مشان هيك بيعمل فولتج معاكسه اتجاهها معاكس للفولتج اللي كان محطوط عليه. هو كان فايت له من هون بلس ومن هون ماينس، بيقوم هو بس اعمل سويتش اوف هون بيقلب الاطراف تبعه، بيصير هو عم يعطي زائد كانه بطاريه من هالمال وناقص من هالمال، يعني الكارنت بده يتابع بنفس الاتجاه. اوكي، هلا بالنسبه لقصه الكاباستور هون حاطين لك ناقص وزائد، بتقلي انه يمكن بالقلب، ممكن تكون الرسمه غلطانين فيها وحاطين بالقلب، ما لنا مشكله. ولكن اللي بيهمني انا بس اعمل سويتش اوف هذا الاندكتور شو حيعمل؟ كمان حيفرغ الطاقة اللي خزنها خلال السويتش اون، مرحلة السويتش اون، وهو والمكثف بيحاولوا يحافظوا على نفس الفولتج يلي نحن رايدينه يلي هو 2.5. وبس يعني هالفترة التفريغ ما حخليها كتير كبيرة لحتى ارجع اعمل سويتش اون، يعني هيدا حيضلوا سويتش اون يعني اون اوف اون اوف اون اوف اون اوف اون اوف بشكل انه يحفظ لي على 2.5 موجود هون. بدك اكتر من 2.5 بتقوم شو بتعمل هون؟ بتزيد الوقت اللي عم تعمل فيه اون، يعني قصة في بدي قارن بين التي اون والتي اوف، يعني هي بسموها ديوتي سايكل. اذا بقسم تي اون على التوتال تايم للسايكل الوحدة بسموها ديوتي سايكل، يعني في عندي تي اون وتي اوف بالسايكل الوحدة. اذا بكتر التي اون بكون عم كبر الفولتج، وإذا بزغر التي اون بكون عم زغر الفولتج. طبعا من صفر الفولتج الاوتبوت بكون من صفر للفولتج تبعه للسورس، هذا الماكسيموم، يمكن اقل شوي صغيره لانه ما في شيء كامل 100%. اوكي، هلا بتقلي هذا الدايود طب شو اشتغل؟ هلا في حال السويتش اون هو جاي محطوط بالعكس، يعني الزائد حيكون هون والكرنت جاي من هون، ما حيفوت من هالمال لانه هذا مالت النيجاتيف. هيدا الدايود شغله لما اكون عامل سويتش اوف مثل هون طافيين، هلا الكارنت لما بده يظهر من هون ليكمل طريقه بكمل بهيدا الاتجاه. فمشان هيك اني حاطين لك هالسهم الاحمر اللي موجود هون بالرسم. اوكي، طيب هلا بالالكترونيك اكيد قبل ما فوت لهيدي الفكره انه انا ما فيني والله احط واحد يضل يعمل اون اوف اون اوف، يعني استخدم سويتش عاديه. اكيد بدي فوت بالالكترونيك. السويتش هي عبارة عن ترانزستور، هالترانزستور ممكن يكون بي جي تي او ممكن يكون موسفت او ممكن يكون اي جي بي تي. هلا بالانفرتر مستخدمين اي جي بي تي. خليكم حافظين الرسمة لندلكم وين هن، يعني وين هن هالاطراف يلي موجودين هون، وقديش الفي ان بيكون موجود بدل هال يعني السورس، قديه هو
وقديش الفي اوت المطلوب. هذا السلايد حطيناه هون. هذه هي السيركوت الاساسيه للشارجار يلي الشركه حطته. هلا انا يمكن مش منتبه، مش حاطط ال انه يكون عم بشتغل بال بلا. اوكي ما في مشكله. طيب نرجع لورا. هيدا السيركوت الاساسي تبع الشارجار يلي موزعته احدى الشرك، بعتقد الفولترونيك، على واحد من الملفات السيرفيس مانوال تبعولها. لاحظ حاطط لك هذا الفي ان من هون اللي هن الباس بلس والباس ماينس. هلا بدلكم منين ماخذهم، هو على المكثفات الكبار. لاحظ وين هن القطع الاساسيات. عندي هيدا الاي جي بي تي مثل ما كنا شايفين هلا بالسوق بالرسمه الباك كونفرتر، وهيدا الدايود هن حاطين هون على بالمخطط اثنين دايود، هو في دايود واحد، وهيدا هو الكويل يلي مستخدمينه او الاندكتور. اوكي هلا الفرق الوحيد بين هذا المخطط والشيء اللي شفناه قبل شوي بشرح الباك كونفرتر، انه الاي جي بي تي حاطينه من مايلة الماينس، بهذيك الرسمه كان محطوط ترانزستور من مايلة البلاس، وهي ذاتها ما بتفرق شيء، بس انه ليش عاملين هيك؟ لانه كل الاي جي بي تيات يلي مستخدمين بقلب السولار انفرتر هن ان تشانل، والان تشانل معروف انه لازم نوصل على الخط الماينس، مشان هيك حاطينه بهذا الاتجاه. هلا بتقول لي انه شو هن هول الاشياء البقايا؟ بعد في عندنا شغله ما حكيناها، هي الكاباسيتور. هن حاطين هون مجموعه كاباسيتورات بالمخطط، للحقيقه اللي موجود على الارض هن كاباسيتورين بس، وكافيين ليقوموا بالمهمه المتصله فيهم. بعد شوي بنحكي هذا الجزء شو بيشتغل. خلينا نرجع عندلكم هالقطع وين موجودين على المخطط. نحن قلنا انه بده يكون في عندي ترانزستور، دايود، كويل، وشو بعد؟ وكاباسيتور. خلينا نشوفهم على البورد. اول شيء هذا هو الكويل على طول بكل الانفرترات نفس المكان حد الترانز. اوكي بيرجع في عنا الدايود، هي بيكون بالنص فاصل الاي جي بي تيات عن بعض، وعلى طول اسمه دي 13، والاي جي بي تي المسؤول عن عمليه التشريج، يعني هو السويتش اون اوف يلي بينساق مباشره من المايكرو كنترولر بورد، اسمه كيو 32 بشكل عام اسمه. ها الكاباسيتورات يلي جايين على الاوتبوت قبل اللود هن حاطين هون اثنين باراليل، يعني هن سي 16 وسي 17. هلا قديش الانبوت فولتج تبعه لهيدا الباك كونفرتر؟ انبوت فولتج هو الفولتج تبعو الكاباسيتورين الكبار يلي بتراوح حتى بين 340 و450 فولت. الاوتبوت لإله هو البطاريات. هلا عندنا مشكله صغيره انه طيب انا الخارج كيف بدي وصله مباشره على البطاريات؟ بما انه هيدا السيركوت يعني في او الانفرتر هو عباره عن كذا سيركوت، فنحن مضطرين انه نخفف عدد الاسلاك المستخدم. يعني انا ما فيني احط له لهذا الشارجر خطين منفصلين مباشره من هون للبطاريه. اوكي في عندي سيركوت ثاني فيني استفيد منه لحتى اوصل خرجه لهذا الباك كونفرتر للبطاريه، ويلي هو الاس بي اس الاساسي لعمل الانفرتر هيدا. يعني اذا اخذت الترانس هيدا الكبير الموجود هون على الرسمه، هو هيدا مخطط ل انفرتر ثاني كانوا حاطين فيه ترانسين، هلا فينا نعتبره نحن ترانس واحد هون، وهذا اللي موجودين هون هن المسفتات، مسفتات الدخل يعني موجودين تحت، والاي جي بي تيات الاربعه اللي موجودين هون هن هو اي جي بي تيات الخارج. هول الثلاث قطع اي جي بي تيات والترانس الكبير والمسفتات هول بيشكلوا لي كونفرتر، بس هيدا بوست كونفرتر بحول لي هيدا شغلته يحول لي من جهد البطاريات لجهد المكثفات الكبار.
يلي هو قلنا بيتراوح بين 340 و 450 فولت. اوكي طيب، هيدا هو ذاته الكونفرتر، فيني استخدمه بس بهدف لما بعمليه التشريج عم بحكي، يعني عاملين له هن دور تاني غير قصه انه ضوي البيت من البطاريات، هو هذا هدفه الاساسي لهذا الكونفرتر اللي عم نحكي عنه اللي فيه ترانس الكبير. في له دور تاني انه يوصل لي خرجه لهيدا الشارجات للبطاريات. اوكي وببلش من الاي جي بي تيات، يعني بالشكل بالاتجاه المعاكس، ببلش بفوت الكارنت من الاي جي بي تيات، كارنت التشريج البطاريات بفوت من هالاي جي بي تيات الاربع اللي هن، او انا غلطت عفوا، الاربع اي جي بي تيات هن هون اللي موجودين هون، صار لي ساعة بدل على هول اللي هون، هن هول اللي هون عفوا، او اللي تبعوا للنبضات الخارج البيور ساين ويف ال 220، هو الاربع اللي هون. هو عم بيحكي انا اللي بدي اياه هن هول الاربع اي جي بي تيات الموجودين هون يلي بيشتغلوا على خارج هذا الترانس الكبير. اوكي فاذا الكارنت شي نهار اذا بتحبوا بنفوت بفيديو انه كيف بيشتغلوا هول الاي جي بي تيات الاربعة. للحقيقة هن اسمهم كنترولد بريدج ريكتيفاير، شي نهار نعمل فيديو عنه، اذا بتحبوا نعمل فيديو عن هذا الموضوع حطوا لنا شي بالكومنت، اطلبوا بالكومنت وتكرم عينكم. وهيك بنكون شرحنا كيف بتتم عملية التشريج داخل انفرتر الطاقة الشمسية، وشكرا جزيلا.